الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، وبتضيف لكرة القدم أكيد متعة بشكل كبير جدا. كابتن طه، هدف الشوط الأول حتى هذه اللحظة هدف بخطأ مشترك سواء من حارس المرمى أو مدافع الفريق، فريق فاركو طبعا عبد الله بكري، ولكن الخطأ مين اللي يتلام أكتر في كرة زي دي؟ يتلام في الأكتر الباك، إن أنا أباص الجول كيبر، وأنت عارف إن الجول كيبر ده يعني ما مش متمرس في الفترة اللي فاتت لسه يعني كده، وفي نفس الوقت أنا ما فيش ما يدعو لأن أنا يعني قدامه عند الكرة وشوط يا أخي بصيله هنا هو في 6 يارد قدامه اتنين من بنك الاهلي، وكريم بامبو ضغط عليه. يعني شيء عجيب. انا الوم الباك رايت الباك اللي بصله الكوره عبد الله بكري. انا بصيله ليه ما تعدي الكوره وتشوطها قدام؟ انت شايف نفسك بتلعب مين؟ يعني جول كيبر ده مين مثلا عشان تلعب له كوره؟ هو الراجل باين واضح انه متعسر. بس انا عايز اتكلم في الاول على كريم بامبو. كريم بامبو هو فرس الرهان في فريق البنك الاهلي، عمل الثلاث اوبشنز اللي ممكن يعملها اي مدرب، نمره واحد اي لعيب، نمره واحد الدور العرضيه اللي هيعملها يعقوبه وعملها بدماغه كويس والجول كيبر طلعها بصعوبه، دي واحده، وقلنا ان هو بيلعب بدماغه كويس وبيسجل، وقلنا سجل في النادي الاهلي قبل كده. الحاجه الثانيه الكره اللي هتترد وهيشوطها، شوف هيعدل نفسه وهيشوطها، صحيح مفيش ضغط عليه جامد لكن شاطها بشكل جيد جدا وفي القايم. دي برضه بتبين قد ايه قدرته ان هو عنده اوبشنز بدماغه او برجليه. وبعدين الحاجه الثالثه الجول، ضغط على الجول كيبر وقدر ان هو يسجل الهدف من الضغط على الجول، يعني مش واقف قدام يتفرج، يعني هو شوف خلي بالك ممكن ما يروحش. هو راح هناك ممكن يروحش هنا، راح بقى راح ضغط بقى، دي النقطه كان ممكن يروح ما عملش حاجه صح. ولذلك انا بلوم عبد الله بكري لانه هو شايف اثنين هم موجودين، نمره 10 اللي هو كريم بامبو والناحيه الثانيه الباك رايت ناصر منسي على ما اعتقد، الاثنين ضاغطين، فانا العبها زي الجول كيبرز اهم اثنين ضاغطين ياخدوها 100%. لكن انا عايز اقول على ان كريم بامبو يعني خطورته كبيره جدا ان هو زي ما بقول لك عنده اوبشنز كويسه سواء بدماغه لعب وممكن يسجل، والتسديده اللي سددها ثم بعد كده الضغط على الجول كيبر لان هو عامل خطوره كبيره جدا بالنسبه للبنك الاهلي. طبعا في تفوق كبير للبنك الاهلي سواء في الاستحواذ سواء في الخطوره وفي كل حاجه. انا شايف ان فريق فاركو عندوش حيله جيده، يا دوب بيحاول بينقل شويه، وحتى انا يعني بلوم التحضير اللي ورا لان ده بيوقعك في اخطاء، ومنها الخطا اللي يجي جول. يمكن دي الشوطه الوحيده اللي شاطت وكان منها فيها يعني ما هيش فيها خطوره خالص، لكن يعني الفريق بينقل لكن ملوش انياب. طبعا دي تسلل واضحه، واحد تسلل، لكن البنك الاهلي متفوق وكان ممكن البنك الاهلي يسجل اكتر من هدف، ولازم ان هو يحسم المباراه لو عايز يفوز، لازم يحسم مع الفارق الكبير بينه وبين فاركو، لازم يحسم المباراه دي بتسجيل هدف تاني. لكن انا شايف ان فاركو قليل الحيله، وحتى شوف كام واحد المدافعين اللي موجودين، ومع هذا حتى في بناء الهجمات ضعيف، مفيش شراسه هجوميه، مفيش كرات عرضيه ومثلا مقابله بالراس ولا بتسديد، يعني انا شايف انه حيلته قليله جدا في مباراه زي دي. طيب كابتن تامر، يعني ممكن نتكلم على نفس الشوط الاول بس عايز اربطه باللي هيحصل الشوط الثاني بالنسبه لفرقه فاركو، هخلي حضرتك معايا في الجزئيه دي، وشايف اللي المفروض يعمله نونو الميدا ايه دلوقتي، ومع الاخذ في الاعتبار ان فرقته خلاص خسران، يعني مفيش داعي ان انا بقى افضل مقابل دفاعيا، المفروض اتخلى شويه، بس ايه الاوراق اللي موجوده وايه طريقه اللعب اللي ممكن نتبعها قدام البنك الاهلي؟ احنا اتكلمنا قبل الماتش ان البدلاء في البنك الاهلي اقوى بكتير من البدلاء في فاركو. الوحيد اللعيب اللي ممكن ينزل يغير الشكل الهجومي لفاركو اللي موجود بره اللي هو رزق حمرون، غير كده مفيش. يعني انا استغربت بس زي ما دكتور طه كان بنتكلم ان فرقه دخل فيها جون في الدقيقه 17 وبتلعب بطريقه بنفس السيستم بنفس الطريقه بنفس التامين الدفاعي المبالغ فيه، فده اللي استغربته. انت الهجمه الوحيده على البنك الاهلي لابو جبل الهدف اللي هو بتاع احمد شريف في الدقيقه الاخيره من الشوط الاولاني، فمش حاسس ان في رغبه من لاعبي فاركو ان هم يعودوا في المباراه. البنك الاهلي بالعكس هو اللي بيحاول اكتر، بيحاول يجيب يعزز الهدف بهدف تاني. لا زي ما قلت لك هي مباراه ما بين دفاع فاركو وهجوم البنك الاهلي، ولغايه دلوقتي هجوم البنك الاهلي بقياده طبعا كريم بامبو هو المتفوق. كابتن ابو العلا، عشان حضرتك بقى كنت متعلق في الجانب الايسر ومنطقه نص الملعب، بتشوف ازاي ثنائيه عاصم صلاح واسحاق يعقوبه شغاله كويس زي ما احنا تفضلنا يعني وقلنا في بدايه المباراه،
بتؤتي بثمارها هجوميا ودفاعيا زي ما برضو الكابتن طه قال. شفت التركيبه دي ازاي؟ وهل ده الجانب الوحيد الهجومي ولا حسيت ان الكابتن خالد جلال بينوع كمان في وسائل الهجوم في اكتر من جبهه خلال المباراه؟ لا عندهم طبعا تنوع، وانا قلت لك دي ميزه البنك الاهلي ان عنده تنوع. عامل جبهه ناحيه الشمال وعارف يعمل منها كروسات النهارده، شويه شغلها كمان. احمد توفيق على فكره عمل كام اختراق من ناحيه اليمين وبيحاول يعني يزود الهجمه، من مش بيلعب ستاتيك، مش بيلعب من ثبات. حتى عاصم صلاح ما بيلعبش من ثبات، لا هم عندهم رغبه وطريقه لعبهم اصلا فيها مغامره زي ما قلت لك قبل الماتش يا غانم. لكن انا كنت عايز اتكلم في حتتين ثلاثه كمان يعني لو عندي وقت. اول حاجه عايز اتكلم على الهدف اللي دخل ده، بنسميه في كره القدم هدف ببلاش. ده جون ببلاش. ليه جون ببلاش؟ اولا الهدف ده لخبط كل سيناريوهات فاركو. فاركو كانت عامله في اعتبارها ان تتاخر دايما تاخير الهدف، لان هو ما عندوش حلول هجوميه، فمن مصلحته دايما الحفاظ على الصفر. ليه هدف ببلاش؟ هو عبد الله بكري ومعاه الكوره، كان متوقع ان حارس المرمى يعمل ايه تاني اضافه غير انه يطفشها. فكان من باب اولى ان عبد الله بكري هو اللي يطفشها، لان هو رجوعه لحارس المرمى مع حارس المرمى هيطفشها. فهنا بلغه الكوره هطفشها احسن، بدل ما ورط حارس مرمى لسه ما عندوش خبرات كبيره في الدوري الممتاز. لعب على شماله، ما اعرفش اذا كان اشول ولا مش اشول. بيلعبها في جوه في حلق الجون. الطبيعي في الكرات دي لما يكون لعيب عنده خبرات لازم يتلام. عبد الله بكري لعيب عنده خبرات، لعيب كبير، انا بعتب عليه. انا عارف ان طبعا كلنا بنغلط، ده بيحصل، لكن مهم ان انا احمي زميلي اللي لسه ما عندوش خبره. احميه ازاي؟ احميه حتى من اخطائه. يعني انا حتى لو هو ممكن هتحطه في موقف غلط ده انا اشيله، فانا محتاج ان انا ايه ما ورطش زميلي، اخدها لبره يا اما اطلعها على الطرف، حتى لو اتقطعت على الطرف عندي احتماليه ان انا الحق، يا اما اشيلها مره واحده، لان ما كانش في اوبشن تاني هتوقعه غير الحارس مرمى يشيلها، فكنت شلتها انا الاول. الحاجه الثانيه، الكره الوحيده اللي ممكن يبقى في شكل هجومي اللي جه منها الهدف اللي اتلغى، ضربه ثابته قلت لك عليها. فريق فاركو ما عندوش حلول غير من ضربه ثابته، ورامي صبري يحاول يلعبها بدماغه، قامت رايحه لشريف وراحت لمحمود، راحت لمحمود حماده الاول، وبعد كده تردد من الجون جابوا جبل، جت لشريف ضربه ثابته. فاركو بدون حلول، وده من الموسم اللي فات وده اللي قلناه. البنك الاهلي عنده تنوع، بس خد بالك المباراه دي كانت ممكن تروح لسيناريو اخر لولا الهدف ببلاش. هدف ببلاش في بدايه السيزون لازم يبقى عندي اكثر وعي ان انا في اول سنه، اول مباراه ليا في الدوري، محتاج ثقة، محتاج افوق زميلي، محتاج اللي اول ماتش يدخله في الدوري الممتاز يبقى هو عنده يعني نوع من انواع الثقة اديها له. ما ينفعش اصعب المأمورية. ده انا مصمم ان ده هدف ببلاش وسهل المأمورية بنسبة كبيرة على البنك الاهلي. خلى بقى نشوف من الدقيقة 17 هتلاقي فاركو بيحاول يعني رغم ان هو ما عندوش قدرة، بس بيحاول ايه يطلع من مواقف مواقعه الدفاعية. فدي طبعا هتلخبط فكر فاركو. كمان لو في عندي وقت لا اتفضل. ها النواحي الدفاعية عند فاركو في الكرات الثابتة زي الكورنر اللي كريم بامبو شاط فيه الكورة، 10 لعيبة تحت الكورة، ده مدلول صعب قوي. يعني أنا الكورة الدفاعية اللي عليا من فاركو كورة ثابتة، 10 لعيبة تحت الكورة دي صعبة. هات لي نفس الكورة دخلت الجون في البنك الأهلي واتلغت، شوف البنك الأهلي في الحالة الدفاعية في الكرات الثابتة لازم يبقى سايب 3 4 لعيبة قدام أو 3 على الأقل قدام مهاجمين. لما تسيب 3 مهاجمين قدام أنت بتجبر فريق المنافس إن هو حتى لو بيهاجم يوقف معاك 4 لعيبة في حاله دفاعيه، فانت ما بتجيبش العدد الزياده عليك. لكن انت فريق فاركو في الكره الثابته بيقف في 10 لعيبه تحت الكوره. عارف 10 لعيبه تحت الكوره دي معناها ايه؟ معناه ان انا اقدر اجيب معايا 10 لعيبه من فريق البنك الاهلي يبقى جوه ال 18. غير التحول كمان من الحاله الدفاعيه الهجوميه هيبقى اصعب. هيبقى اصعب بكتير، فدي نقطه خطيره. لا وباينه جدا في الكره دي بالذات. بص 10 لعيبه اللي في العارضه، بص اللعيبه ما فيش حتى حد على البوز الصندوق. لو اتقطعت طب ايه الحل اللي عندي لو قطعتها؟ لو جم مسكها ايه الحل؟ بالعكس عارف انا كده لو انا سايب 3 لعيبه ازرق قدام فاركو، عارف هوقف كام لعيب بنك الاهلي قدام؟ لو هم فرقه سوبر هيقف 3، لكن معظم الفرق هتوقف 4. فانا كده خففت الضغط عندي على ال 18 واوجدت لنفسي حل لما امسك الكوره. على العكس بقى فات الضربات الثابته اللي على البنك الاهلي لو جبنا بس الكوره ده هدف الاتلغى. الخروج من حاله التسلل التغطيه عمرها ما تكون مظبوطه لما اجي اخرج، لان لا الخروج هيبقى عشوائي، صعب جدا، هيحصل لخبطه كمان. فده انت بتورط نفسك، بتجيب اللعيبه الفرقه الثانيه عندك في ال 18، بتعمل لنفسك ازمات بدون داعي. رغم ان خرجوا ازاي يعني ده انا اسميه دفاع مبالغ فيه. انت في اول الدوري وبتلعب لعيبه فرقه في منتصف الجدول، انت حرصك انك ما تخش فيك هدف، لكن انا بحرم نفسي من الحلول. عشان النقطه دي حلوه انا عايز كابتن طه يشترك معانا فيها. مع العدد الكبير ده بامبو شاط بدون اي ضغط عليه، ما فيش حد واقف في الحته دي ضغط عليه ما ضغطش عليه. طب كابتن طه هنا هو الخطوره، لان الاجوال في العرف كله معظم الاجوال بتيجي من قله الضغط على اللعيب اللي هيسدد، فهو ما حدش يعني هو عدلها كده ونطت وبرده لعبها ومفيش حد اعتمدوا على بعض من العدد الكبير. بص من القلب كابتن طه يعني. في السؤال ده لحضرتك بقى في الكوتشنج وحضرتك كمدير فني بقى لمنتخب مصر ما شاء الله فرق كتير قوي، هل حتى وقفات اللعيبه في الحالات الكرات الثابته زي دي بتبقى تعليمات مدير فني ولا دي ممكن يبقى لخبطه من اللعيبه؟
لا لا يعني طبعا شغل. لا لا, لا طبعا شغل المدير الفني. ازاي هنا بقى المدير الفني ممكن يبقى صادفه جانب من الخطا ان هو مش واقف صح زي ما الكابتن ابو العلا قال, او ان اللعيبه كلها في الحاله. هو شوف في نقطه يمكن بس اتكلم عليها تامر على حته انه جه في جول مفيش رد فعل. هو لها عيوب, لو رد فعل سريع وابتدى يهاجم هيفتح هيجي جول تاني خلاص انتهى الماتش. لكن في مدربين يقول لك انا جه فيا جول انا مش هعرف اخلصه بسهوله, وفي نفس الوقت مش عايز يجي فيا جول تاني, فيفضل مصر على ان هو يبقى قافل برضه, يقول لك لاطول وقت ممكن, وخاصه ان الجول اللي جه ما مش ملعوب يعني جه خطا ملوش اي لازمه, يقول لك انا حافظ على ان عليا الهدف ده لاي وقت بقى محدد, في وقت من الاوقات انطلق مثلا في شوط تاني اخر ربع ساعه اروح منطلق بقى ايه وكل الفرقه وهاجم ما فيش مشاكل واحد زي اتنين. لكن في البدايه لو الفريق ضعيف يعني ما عندوش القدره الهجوميه وابتدى يهاجم بعد ما جه فيه جول فتح هيجي فيه جول تاني خلص الماتش خلاص. فدي فكره برضو بيعملها بعض المدربين. لكن انا ممكن ابقى مقفل برضو كويس بس يبقى ليه تواجد هجومي, مش كل الناس ترجع يعني, ارجع العدد الكافي اللي يقفل الجناب ويقفل العمق بشكل كويس وعندي واحد زياده ولا اثنين, لكن لازم يبقى قدام عندي واحد او اثنين موجودين بحيث ان انا اقدر اعمل كونتر اتاك ويبقى فيه تاثير. ما عملوش غير الشوطه الوحيده اللي الشوط ديت والفاول اللي اتلغى يعني. فانا شايف دي وجهات نظر لمدربين, المدربين يحافظوا على الجول اللي جه فيه اطول وقت ممكن, بقول لك انا اعمل بقى المجازفه الكليه في اخر ربع ساعه واحافظ على دي بدل ما افتح من البدايه عشان اعوض يروح داخل فيها جول ولا اتنين انتهت المباراه. فدي وجهه نظر, يمكن وجهه نظر المدرب ان هو لو سمح للاعيبته ان هم يهاجموا بقى وكذا هيجي فيه جول واتنين يبقى انتهت الماتش بدري.